وللوقوف أكثر على فوضى المعابر في سوريا والعراق والتي يستغلها كل من النظام في سوريا والميليشيات في العراق وإيران لتهريب السلاح والمخدرات، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الخبير العسكري السوري العقيد أحمد حمادة. أهلا ومرحبا بك سيادة العقيد. السلام عليكم، أهلا وسهلا، مساء الخير. عليك السلام والرحمة والإكرام. بحسب إذاعة مونتي كارلو، فإن تزايد التوتر الأمني على الحدود بسبب سيطرة الميليشيات الموالية لإيران، هل يمكن ربط هذه الاضطرابات بعمليات التهريب التي تحدث على الحدود العراقية السورية؟ السلام عليكم. طبعا إيران تحاول من خلال السيطرة على المعابر بين إيران والعراق وكذلك بين سوريا والعراق إلى ربط إيران في طريق بري من أجل نقل المواد التي محظورة على إيران نقلها وتجارتها، لأن إيران تخضع للحصار. فنشطت هذه السيطرة من إيران عبر العراق إلى سوريا ومن ثم إلى لبنان ومن ثم إلى البحر، تجارة المخدرات بشكل كبير لتلك المناطق، تجارة الأسلحة أو نقل الأسلحة لميليشياتها، وهذا ما يفسر الضربات التي تتلقاها إيران بين الفينة والأخرى من قبل إسرائيل التي تراقب الأجواء وترصد الحركات التي تخضع على الأرض أو تخضعها إيران على الأرض بنقل هذه الأسلحة. أما بالنسبة للمعابر الداخلية فلا توجد دولة أو شبه دولة في سوريا، هناك ميليشيات تقوم بالترفيه البضائع وتأخذ لقاء ذلك، ومن ثم سيطرة إيران على المعابر النهرية بين مناطق الميادين والبوكمال وتيرزور بعد طرد ميليشيات الدفاع الوطني والفرقة الرابعة، وهذا حدث مؤخرا عندما سيطرت إيران على معبر البريد ومعبر الكورنيش والطيبة من أجل تلقي الأموال ويعني التي تدر أموال لصالح الميليشيات المرتبطة بإيران. فنجد دائما يعني التهريب إلى باتجاه الأردن، هناك عدد كبير من المرات التي ضبطت فيه المخدرات، كذلك يعني تجارة المخدرات أصبحت رائجة، هناك سيطرة شبه تامة لميليشيات حزب الله على الحدود السورية اللبنانية كذلك. لذلك هذا الأمر مرتبط من إيران وحتى البحر المتوسط عبر سوريا والعراق ولبنان، بالإضافة إلى المعابر الداخلية التي تريد إيران السيطرة عليها من أجل جني الأرباح وتقليص النفقات التي تعرضت لحصار والتي قلت الكميات المالية التي تعطيها للميليشيات التابعة لها داخل الأراضي السورية. لذلك اعتمدت على هذه سياسة التهريب وسياسة المرافقة وسياسة جني الأرباح عبر الحواجز المائية في دير زور والرقة وكذلك في مناطق حلب، وكل هذه المناطق تسيطر إيران على عدد كبير من هذه المعابر وتتلقى الأموال والرشاوي نتيجة سماحها بمرور هذه المواد. طيب سيادة عقيد، ما الهدف من انتشار ميليشيات حزب الله وسيد الشهداء وفاطميون وغيرهم على الشريط الحدودي العراقي السوري؟ هي من أجل السيطرة على المعابر، هذه المعابر التي تدخلها يعني معابر غير شرعية، لا توجد هناك معابر شرعية. إذا أردنا أن نرى بأن الحدود بين إيران وكردستان، هناك عدد كبير من السيطرة على حاجي عمران وعلى بازرفيجان وبشماخ في تلك المنطقة، ومن ثم تهريب هذه الأسلحة أو مواد المخدرات عبر تلك المناطق حتى وصولها إلى الحدود السورية العراقية، من أجل أن لا تكون هناك قوى غير القوى التابعة لإيران، سيد الشهداء وفاطميون. اليوم إيران تعتمد على ميليشيات فاطميون بشكل أكبر من غيرها، لأنها يعني تأتي في المرتبة الأولى من الطاعة العمياء للإيرانيين بشكل أكبر، فتسيطر على هذه الحدود من أجل السماح لإدخال المواد التي تدخلها إيران
إيران من العراق من إيران ثم العراق ثم السوريين. يعني إيران تريد إقامة طريق تجاري وطريق عسكري من إيران وحتى البحر المتوسط لتقوم بتمويل الميليشيات التابعة لها في كل هذه المنطقة. هو معروف بأن الحشد الشعبي في العراق وتابع لإيران، كذلك الميليشيات التي هي 60 إلى 62 ميليشيا تابعة لإيران في سوريا، كذلك ميليشيات إيران في لبنان حزب الله. إذن كل هذه المنظومة إيران اليوم تعتبر نفسها تسيطر على كل هذه المنطقة من طهران وحتى البحر المتوسط، لذلك تسيطر على الحدود ومن ثم تفتح المعابر الغير شرعية من أجل التهريب. طيب، ومن أجل العقيد، زيادة يعني المرصد الموارد. المرصد السوري لحقوق الإنسان يؤكد أن هنالك صواريخ جديدة تابعة للميليشيات الموالية لإيران دخلت دير الزور والرقة. إلى أي مدى أصبحت الحدود الفاصلة بين العراق وسوريا ممراً آمناً لعبور الأسلحة الإيرانية إلى ميليشياتها في سوريا رغم وجود الرقابة الجوية الدولية؟ للأسف الشديد حتى الآن الرقابة الدولية غير فاعلة في هذا الأمر. حتى الولايات المتحدة الموجودة قريبة في تلك المناطق ولا تبعد أكثر من كيلوات قليلة في منطقة شرق الفرات وفي العراق في قواعد عسكرية، حتى الآن لا نرى بأن هناك جدية لدى الولايات المتحدة في قطع هذا الطريق، الطريق الذي تقوم إيران بتأمينه طريقا بريا في وصل إيران في البحر المتوسط، فتقوم بتهريب الأسلحة وتهريب المواد وتزود يعني هذه الفصائل أو هذه الميليشيات إليها، وهذه الميليشيات التي أصبحت بالبلد كما يقال في المثل الأشهر بعد أن تم دمجها في الأرض وجلب يعني كل مقاتل أتى في زوجته وأهله وأولاده وبدأ في الاستيطان، وبدأ كذلك إيران تنشر المبادئ الثقافية في منطقة دير الزور وفي مناطق حلب، يعني التشيع ماشي مثل على قدم وساق، وشراء الأراضي يعني تقوم إيران بشراء الأراضي عبر يعني سماسرة وعبر كذلك الميليشيات التابعة لها في المناطق الحدودية إن كانت الحدود السورية العراقية أو الحدود السورية اللبنانية، ومن ثم تأمين هذه الطرق بالإضافة إلى شراء الأراضي والعقارات في داخل المدن السورية من أجل زيادة السيطرة وجلب المستوطنين التابعين لإيران في سوريا نتيجة للقيام بتغيير ديموغرافي في تلك المنطقة لحماية المصالح الإيرانية. اليوم كل من يتحدث بأنه يريد أن يطرد إيران من سوريا ويبقي بشار الأسد ويبقي هذه الميليشيات فهو واهم أو متواطئ مع في كلا الطرفين، لذلك لا يمكن أن تقوم إيران بعد أن قدمت الكثير وضحت في الكثير في سوريا في الذهاب بقرارات بسيطة، لا يمكن أن تطرد إيران من سوريا إلا بالقوة العسكرية. عبر سكايب كنت معنا من اسطنبول الخبير العسكري السوري العقيد أحمد حمادة، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.